إن شاء الله راح نتكلم عن الأعراض والعلاج البواسير، وتشمل أعراض إصابة البواسير الشكوم الحكة شرجية أو ألم في فتحة الشرج وألم شديد وارتفاع في ضغط الدم في هذه المنطقة في الجزء السفلي، مما يسبب انتفاخات في هذه المنطقة خاصة عند الجلوس أو خروج دم أحمر مع البراز. وأيضا قد يلاحظ على أن في تنشيف للشرج، نشفان أو جفاف في الشرج أو ألم خلال عملية التبرز ونزول البراز، أو يعني يحس يعني المرء بأنه يعني ثم موجودة يعني ثم يعني موجود شيء في هذه المنطقة قد يعني يتدلى على فتحة الشرج. ومن الضروري الرجوع إلى الطبيب وفحص هذه المنطقة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. وأيضا ننصحكم يعني عادة ما يتمكن من الطبيب بسهولة من تشخيص الإصابة بالبواسير من خلال الفحص يعني الكلينيكي للشرج أو إجراء منظار لفتحة الشرج. من الضروري مراجعة الطبيب بأقرب وقت وأقرب فرصة. ومن يعني المفيد في معالجة حالة البواسير بسرعة قبل يعني تحصل لها مضاعفات. هذه نصيحة مبسطة يعني حبيت أني أذكرها لكم قبل أسكر الفيديو. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.